بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل منهج الموليكولار سيمتري، وده الجزء السابع، وهناخد آخر عنصرين في السيمتري إيلمنتس، هما السي ان والاس ان، والمثال اللي معانا هو بي اف 3. طبعا المركب ده بلانر، طبعا الزوايا بين البونز هنا 120 درجة، تمام. فنقدر نحط محور سي 3 يكون عمودي على المركب، يمر بالبي فقط ويلف بزاوية دوران 120 درجة. فإذا عملنا روتيشن سي 3 مرة واحدة، طبعا لما نكتب سي 3 أو سي ان وما فيش أي حاجة في الأس فوق فمعناها مرة واحدة. فإذا عملنا دوران مرة واحدة سي 3، هتيجي الاف اللي رقمها رقم واحد مكان اف 2، واف 2 هتيجي مكان اف 3، واف 3 هتيجي مكان اف 1 زي ما هو باين قدامكم. أما لما نعمل سي 3 مرتين، سي 3 أس 2، فمعناها ان احنا هنعمل سي 3 مره وكمان مره. فاحنا بادئين الاف 1 هنا، لما نعمل دوران سي 3 مره فالاف 1 هتيجي مكان الاف 2 مره كمان، يبقى الاف 1 اللي بقت هنا هتيجي مكان الاف 3، تمام. فلما نعمل سي 3 مرتين المركب هيدور 120 درجه وبعدين 120 درجه ويصبح شكله كالاتي. فاصبحت اف 1 هنا واف 2 هنا واف 3 هنا. لو عملنا سي 3 ثلاث مرات، هنلف حوالين المحور سي 3 مره وبعدين مره كمان ومره كمان، فالاف 1 هتحرك هتيجي مكان الاف 2 في اول مره، بعدين هتيجي مكان الاف 3 في تاني مره، بعدين في تالت مره هترجع لموضعها الاصلي. فهينتهي بينا المركب الى مركب ايدنتيكال مع المركب اللي بدأنا بيه. ودي طبعا قاعده عامه ان سي ان اس ان لازم يرجعنا للوضع الاصلي للمركب، يعني سي ان اس ان بتساوي اي. هل في اي سي ان اخرى موجوده في المركب؟ طبعا على كل بي اف بوند نقدر نحط سي 2 اكسس، تمام. يعني لو حطينا سي 2 في المكان ده فنعمل دوران ب 180 درجه، فالاف 2 هتيجي هتلف من فوق سطح الورقه وهتيجي مكان الاف 3، والاف 3 هتلف من تحت سطح الورقه 180 درجه وهتيجي مكان الاف 2. وافكركم تاني ان لما بيكون عندنا اكتر من سي ان اكسس في المركب، فاللي له هايست ان ده بيكون برينسيبال اكسس اوف روتيشن، هو ده المحور الرئيسي للدوران. واذا لقينا في المركب ان في سي 2 بيربنديكولار على البرينسيبال اكسس اوف روتيشن، فعندنا ان من السي 2 دهيت. يعني في الحاله دي احنا عندنا سي 3 برينسيبال اكسس اوف روتيشن، فالان بتاعتنا هي ال 3، عندنا سي 2 عموديه على سي 3 بتاعتنا، يبقى عندنا 3 من السي 2 دهيت. فاحنا هنا عشان مركب بسيط احنا شايفين مواضع التلاتة سي 2 اكسس، لكن اذا كان المركب معقد واحنا مش قادرين نشوفها فاحنا متأكدين من وجودها، لان دي قاعدة اول ما نكتشف واحد فقط فنعرف عندنا ان من هذا السي 2 العمودي على البرنسبل اكسس اوف روتيشن. وطبعا المركب ده لانه بلانر فعنده سيجما اتش بتضم جميع الاتومز بتاعة المركب. طبعا في ملحوظة تانية لازم تاخدوا بالكم منها، احنا هنا لما عملنا سي 3 عملنا سي 3 1 وسي 3 2 وسي 3 ثلاث مرات، نقدر نعمل سي 3 ماينس 1. احنا كل الروتيشنز اللي عملناها عملناها كلوك وايز، تمام، في اتجاه عقارب الساعه. لو عملناها انتي كلوك وايز فلما ناخد سي 3 ماينس 1 يبقى الاف 1 دي هتلف عكس عقارب الساعه فتيجي مكان الاف 3، والاف 3 هتيجي مكان الاف 2، والاف 2 هتيجي مكان الاف 1، وده نفس الشكل بتاع سي 3 مرتين. ف سي 3 ماينس 1 تساوي سي 3 مرتين، تمام. فلازم تنتبهوا ان لما نيجي نعد السيمتري اليمنتس بعد كده ان شاء الله عشان نشرح البوينت جروبس، هتلاحظوا ان احنا لما مثلا نتكلم عن السي 3 بيحصل جينيريشن للسي 3 دهيت، بينتج عنها ثلاثه عمليات، ثلاثه اوبريشنز، يا اما سي 3 مره واحده يا اما سي 3 مرتين، اللي احنا ما بنكتبهاش سي 3 مرتين، بنكتبها سي 3 ماينس 1 في الغالب، تمام، يا اما سي 3 ثلاث مرات اللي هي احنا ما بنكتبهاش سي 3 ثلاث مرات، بنكتبها الاي الايدنتيتي، تمام. فلازم نعرف العمليات المكافئه لبعضها. ان شاء الله هناخد القوانين اللي بنعرف نفك بيها او نعمل جينيريشن للاوبريشنز المختلفه لما نعرف سيمتري اليمنت معين، نقدر نجيب جميع السيمتري اليمنتس المرتبطه بيه الموجوده في المركب. فادي المركب واحنا باصين له بشكل عمودي، البي في النص اهي قدامنا، تمام، والثلاثه اف موجودين على مستوى الصفحه. ادي دوران سي 3 مره واحده في اتجاه عقارب الساعه، تمام. فالاتوم اللي كانت هنا جت هنا، لو عملنا مرتين يبقى الاف اللي كانت هنا جت في البوزيشن ده، ثلاث مرات
مع عقارب الساعة رجعنا للوضع الأصلي بالظبط. تمام، لو حبينا نعمل C3 أنتي كلوكوايز بنلف عكس عقارب الساعة، ولو حبينا نشوف الدوران C2 فأدي محور متثبت هنا والأتومز بدلت مع بعضها. طبعا C2 دوران مرتين يعني أصبحت C2 أس 2 يرجعنا للبوزيشن الأصلي، فلو نعمل دوران كمان مرة 180 درجة خلاص رجع للوضع الأيدنتيتي. لازالت القاعدة السليمة CN أس N بتساوي E. لو شفنا C2 على المحور الآخر فأدي المحور هنا والتو أتومز دول بدلوا مع بعض، وآخر محور عليه C2 هو المحور ده البي اف بوند هنا، فالتو أتومز دول بدلوا مع بعض. المثال اللي هنتكلم عنه بعد كده هو ال NH3، وده هسيبه لكم ان شاء الله تطلعوا منه السيمتري element الموجودة فيه كلها، وهنحله مع بعض ان شاء الله في الفيديو الخاص بحل التدريبات. اخر symmetry element هو the improper axis of rotation SN، وتعريف ال SN ان هو rotation reflection operation، يعني عملية دوران وبعدين عملية انعكاس. طبعا احنا بنعمل الدوران حوالين CN axis، حوالين خط، حوالين محور، والreflection بنعمله حوالين plane، حوالين mirror plane اللي هي السيجما. تمام، فال SN هو عملية مرتبطة بتطبيق عمليتين ورا بعض، يا اما بنعمل rotation CN وبعدين نعمل reflection على plane عمودي على CN دي، او بنعمل الreflection الاول وبعدين الروتيشن. فهنا بنقرأ rotation reflection consists of rotation followed by reflection in a plane perpendicular to the axis of rotation، يعني لازم البلين اللي هنعمل عليه reflection يكون عمودي على الاكسس اوف روتيشن بتاعنا، ولما بنعمل العمليتين دول ورا بعض بينتج لنا شكل مماثل تماما للشكل الاصلي. يبقى اول معلومة عرفناها ان ال SN دي two operations ورا بعض، reflection وبعدين rotation، او rotation وبعدين reflection، يعني ال SN exists if movements CN followed by sigma H or vice versa، يا الروتيشن اول بعدين سيجما، يا اما السيجما الاول وبعدين الروتيشن. bring the object to an equivalent position. وتاني حاجة عرفناها ان السيجما بتاعتنا اللي هي السيجما H لازم تكون perpendicular على ال axis of rotation بتاعنا. تالت ملحوظة لازم نعرفها ان اذا كانت CN والسيجما H موجودين بالفعل في المركب يبقى احنا لازم يكون عندنا اس ان. تمام، يعني اذا كان المركب بتاعنا بيحتوي على سي ان وسي اتش عمودية عليه يبقى مباشرة اس ان موجودة. تمام، طب هل ممكن ان اس ان تكون موجودة في المركب من غير ما يكون سي ان موجودة، او من غير ما يكون سيجما اتش موجودة؟ اه ممكن، وهنشوف مثال. اول مثال معانا هو المثال اللي كنا لسه بنشرح فيه. كنا قلنا ان هنا في سي 3، وكنا قلنا ان المركب عشان بلانر عنده سيجما اتش، وطبعا السيجما اتش اللي بتضم كل الاتومز بتاعت المركب عمودية على السي 3 بتاعنا. تمام، فاحنا عندنا سي ان وسيجما اتش عمودية عليه، اذا بالضرورة عندنا اس ان. الان بتاعت الاس هتكون قد ايه؟ هتكون قد الان بتاعت السي ان بتاعتنا، يعني هيكون عندنا اس 3. فاذا عملنا دوران سي 3 تمام، الاف 1 هتيجي مكان الاف 2، اف 2 مكان اف 2، واف 3 هتيجي مكان اف 1. تمام، وبعدين عملنا ريفليكشن للمركب على بلين هو السيجما اتش، هيصبح المركب بالشكل ده بشكل مطابق للحالة الأصلية بتاعته. طيب ناخد مثال بقى على مركب ما فيهوش السي ان المطلوبة لكن فيه الاس ان بتاعتنا. المثال بتاعنا هيكون هو الايثين، وهيكون الايثين في الاستاجرد فورم بتاعه، وفي الاستاجرد فورم بتاعه بيكون الايثين التو كاربونز كل واحدة فيها شايلة هيدروجين، الثلاثة هيدروجين بتاعتها، بس كل هيدروجينة مش مقابلة ليها هيدروجينة في نفس المستوى بتاعها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة، ادي الكربونة الاولى عليها ثلاثة هيدروجينز، والكربونة التانية عليها ثلاثة هيدروجينز. هتلاحظوا ان الهيدروجينة دي ما فيش واحدة مقابلة ليها في نفس البوزيشن على الكربونة التانية، يا اما وراها شوية او قدامها شوية. تمام، فالشكل ده بنسميه ستاجرد فورم، ولما نلف المركب بيكون شكله بالشكل ده. فاحنا عشان نرسم المركب على سطح الورقة بنبتدي نرسمه وكأن في خط بيربط التو كاربونز مع بعض، الكربون اللي فوق مع الكربون اللي تحت اللي هي البوند، وبنرسم الثلاثة هيدروجينز اللي فوق على شكل مثلث زي ما انتوا شايفين كده، مثلث وهمي يعني بنوصل ما بينهم، والثلاثة اللي تحت على شكل مثلث. فبيكون رأس المثلث في جهة، المثلث العلوي رأسه في الجهة للداخل، والمثلث السفلي رأسه في الجهة الخارج في اتجاهنا، ونبتدي نعمل الـ SN operation بتاعتنا.
ادي المركب زي ما احنا لسه واصفينه، رسمناه على الورقة. ادي البوند ما بين التو كاربونز، ودي التلاتة هيدروجينز رقمناهم بالارقام 1 و2 و3 و4 و5 و6. تمام، احنا هنا مش راسمين البوندس اللي ما بين الكربون وكل هيدروجينة، لكن احنا عارفين انها موجودة وعارفين ان الزوايا ما بينها هي 120 درجة. تمام، وتحت نفس الوضع. تمام، دلوقتي لما نيجي نبص على المركب هنلاقي ان احنا ما عندناش C6، ما عندناش، ما نقدرش نحط على الكربون كربون بوند C6، بس احنا هنحطها لما نعمل روتيشن بزاوية 60 درجة واحنا واقفين على المحور ده. فالهيدروجين رقم 2 مش هتلف 120 درجة وتيجي مكان 3، هتلف نص المسافة فقط، هتلف بزاوية 60 درجة وهتيجي تقف في الموقع ده في نص المسافة اللي كانت ما بينها وما بين الهيدروجين رقم 3. وفي نفس التوقيت هتكون 3 بتلف 60 درجة وهتقف في نص المسافة اللي كانت بينها وبين 1. تمام، الهيدروجين رقم 1 هتلف 60 درجة هي كمان وهتيجي تقف في الموقع ده. تمام، في نفس التوقيت المركب كله بيلف، المحور ماسك المركب كله، فرقم 4 هتيجي تلف 60 درجة وتقف هنا، رقم 5 هتيجي تلف 60 درجة فقط، والهيدروجين رقم 6 هتلف. فبعد الدوران 60 درجة هنلاقي ان رقم 2 جت هنا زي ما هو موضح في الشكل ده، في نفس التوقيت 1 هتيجي هنا في الموقع ده، و3 اللي اتحركت 60 درجة هتيجي هنا، والجزء الآخر من المركب هيكون بيلف هو كمان زي ما شرحنا 60 درجة، فتيجي 4 هنا و5 هنا و6 هنا. تمام، أصبح الشكل الجديد للمركب بعد دوران 60 درجة اللي هو دوران أصلا مش موجود، المحور ده مش صحيح إن احنا نحط هنا C6، احنا نقدر نحط هنا C3، كل هيدروجينة تيجي مكان التانية بالظبط، بس احنا مش هنعمل الدوران صحيح، احنا هنعمل دوران افتراضي هو C6. تمام، فبعد ما أصبح المركب قدامنا بالمنظر ده والهيدروجينز بالوضع ده، هناخد بلين بيربنديكولار على المحور بتاعنا. احنا المحور بتاعنا هو الكربون كربون بوند، هناخد بلين عمودي عليه. تمام، ونعمل عليه ريفليكشن. تمام، لما نعمل ريفليكشن اللي احنا راسمينه زي مثلث فوق ده هينعكس على المراية وينزل تحت بنفس وضعه. تمام، فالرأس اللي خارجة للخارج دي هتنزل تحت على البلين، والمثلث الآخر اللي عنده رأس داخلة للداخل هيعمل ريفليكشن على البلين وينتقل زي ما هو كده الصورة له فوق إلى الأعلى. تمام، فلما نعمل ريفليكشن حوالين السيجما اتش اللي احنا حاطينها هنا عمودية على السي 6 بتاعتنا اللي احنا حطيناها، هيصبح المركب بالشكل ده، كل المثلث اللي تحت ده هيطلع له الصورة، هينتقل كصورة حوالين البلين إلى الجزء العلوي بنفس ترتيب الذرات بتاعته، واللي فوق هينعكس وينزل تحت بنفس ترتيب الذرات بتاعته. لما يحصل كده، لما عملنا التو اوبريشنز دول على المركب اللي احنا بدأنا بيه، وصلنا المركب مكافئ تماما او مماثل تماما له في نفس الشكل، ولكن الاتوم صغيرت مكانها. فاذا الاس ان ممكن تكون موجودة في المركب حتى لو السي ان بتاعتنا مش موجودة، حتى لو احنا اللي افترضنا سي ان عشان نتم عملية الاس ان. طيب، هل لو عملنا الريفليكشن الاول للجزئين بتوع المركب وبعدين عملنا الروتيشن بعد ما عملنا الريفليكشن، هل هينتج نفس الشكل؟ هل هيبقى السي ال اس ان بتاعتنا صحيحة؟ ادي المركب بتاعنا زي ما بدأنا بيه، هنعمل سيجما اتش عمودية على المحور اللي احنا هنحطه ونعمل ريفليكشن، فالمثلث اللي فوق ده هينعكس صورته، هينزل كده تحت بنفس الوضع بتاعه بنفس ترتيب الذرات بتاعته. تمام، والمثلث اللي تحت هينعكس ويطلع فوق. تمام، حوالين البلين بتاعنا. هنعمل بقى روتيشن بعد ما عملنا الريفليكشن، فادي الاكسس بتاعنا هنحط عليه سي 6، يعني هنعمل دوران بزاويه 60 درجه، فالاربعه دي هتلف كلوك وايز وتيجي تقف هنا اهوت في نص المسافه اللي كانت ما بينها وما بين الخمسه، ويصبح الشكل النهائي مماثل تماما للشكل اللي احنا بدانا بيه، لكن الاتومز غيرت البوزيشن بتاعها. فاذا الاس ان تقدر تكون صحيحه سواء بدانا بالسيجما اتش الاول وبعدين سي ان، او سي ان الاول وبعدين سيجما اتش. يعني العملية دي تشبه عملية الضرب، فالترتيب في العمليات مش هيكون مشكلة، هينتج نفس الاس ان بتاعتنا بشكل صحيح. هنشوف المركب وهو بيدور وهنكمل كلام عن الاس ان ان شاء الله في الفيديو اللي بعده.